حابب اسالك على محمد صلاح لاعبنا الدولي المصري لاعب ليفربول الانجليزي، رايك فيما يقدمه في السنوات الاخيره، هل تتوقع ان محمد صلاح في يوم من الايام يتواجد في برشلونه؟ لا اعتقد، انه لاعب كبير ويعجبني هذا طريقه لعبه، ولكن اعتقد ان هذه القرارات لا يمكن الحكم عليها بالحكم الشخصي، فاعتقد ان اذا ذهب الى برشلونه فانه سوف يقوي من صفوفه، ونحن الان نخطط للنهوض بمستوى الفريق في برشلونه.